كلنا في حياتنا في ناس ظلمونا او ظلموا غيرنا وبنشوفهم واحنا متأكدين ان هم مش على حق، بالعكس بيكونوا على باطل، وبرغم كل حاجة عملوها وبيعملوها وبرغم كل الاذى والظلم والخراب اللي سببوه لحياة اللي قدامهم بنلاقيهم مبسوطين وعايشين حياتهم عادي، وبنحس ساعات ان ربنا كمان بيكرمهم اكتر وبنشوفهم عايشين حياتهم للاحسن وبيوصلوا لحاجات كتير عايزينها. فبنيجي هنا ونسأل نفسنا، طب ازاي كده؟ ويا ترى ايه حكمة ربنا هنا؟ وازاي بقوا احسن كده؟ تعالوا بقى نشوفوا هنا ازاي بيحصل، وان ربنا هو اللي عنده الاجابة. الناس دي بقى ربنا بيديهم مهلة، ايوة فعلا بيديهم مهلة، ودي بقى علشان يصلحوا فيها اللي كسروه في حياة غيرهم بدون ذنب. وربنا بيديهم المهلة دي علشان يفكروا مرة واثنين في اللي عملوه واللي ظلموه، يمكن يرجعوا عنه او يصلحوه. فلما ما يرجعوش وما يعتذروش وما يصلحوش الكركبة اللي عملوها في حياة حد، فهنا بقى ربنا بياخد حقك منهم، وبتكون من نقطة يمكن هو ما تكترش بباله، وربنا بيحاسبه من ركن هو نسيه، ووقتها بيكون العقاب مضاعف ليهم، بيكون غير متوقع ولا معمول حسابه، ووقتها بتفضل الحياة سهلة في عينه وكل حاجة تمام، لحد ما فجأة بيتدخل القدر ويجي هنا بقى ويصفي الحسابات بدون مقدمات ولا علامات، وكأن ربنا بينتقم منه ليك، وكأن ربنا هنا عاوزك تتعجب من قدرته لما ينصفك قدامه، وعلشان تعرف حكمته. ولما انت حسيت بالظلم كأن ربنا اختار يجاوبك واختار يجازيه، ووقتها انت كنت فقدت الامل وهو طمع ان الدنيا معاه وفي صفه، وساعتها بيكون الفرحة بعدل ربنا، نسي كل الوجع والقهر اللي كان فيه، ووقتها تترتب كل الامور في مكانها، وساعتها تعرف ان امر ربنا محتاج يتعامل بمنتهى اليقين. وهنا تيجي آية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقتها تعرف ان الحق مهما تأخر هيجي لانها ترتيبات من ربنا، واعرف ان ربك عادل مش هيظلم ابدا حد. خلصنا حلقتنا النهاردة، والرجاء عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وكنتم مع معلومة مع بيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.